كلية الهندسة جامعة القاهرة. انفجرت قنبلتان منذ قليل بميدان النهضة أمام كلية الهندسة، وأفاد شهود عيان بسقوط إصابات نتيجة الانفجارين اللذين حدثا بشكل متتابع. أخلى أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة الأربعاء مقر الجامعة من الطلاب وأغلقوا الباب الرئيسي للجامعة وتمشيط ميدان النهضة. تجمهر عدد من المواطنين حول موقع الانفجار، وخرج الطلاب من باب كلية التجارة، وشهدت منطقة كبر الجامعة زحاما شديدا بسبب مغادرة الطلاب للجامعة. كان انفجاران وقعا صباح الأربعاء أمام كلية الهندسة أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة 5 آخرين. واستشهد رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق المرجاوي، وأصيب 5 آخرين من مديرية أمن الجيزة، من بينهم اللواء عبد الرؤوف الصرفي والعقيد مصطفى البكري وضابط برود مقدم، في انفجار قنبلتين أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة. انتقلت الخدمات الأمنية وقوات الأمن المدنية وخبراء المفرقعات لمكان الحادث، وتبين زرع العبوتين بإحدى الأشجار بالمنطقة وجاري استكمال الفحص. مدير أمن شرطة المترو والعميد هشام فاروق في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم أنه يوجد حالة من الاستنفار داخل محطات المترو عقب التفجيرات التي وقعت أمام جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن محطة جامعة القاهرة شهدت زحاما شديدا من الركاب عقب التفجيرات، حيث توافد عددا كبيرا من طلاب جامعة القاهرة على المترو بعدما أصيبوا بحالة من القلق والهلع. في الوقت الذي صارع فيه المواطنين إلى استقلال المترو للعودة إلى منازلهم نظرا لتخوفهم من وقوع تفجيرات أخرى، وسوف نواليكم بالتفاصيل. تابعونا أخبار اليوم تي في.